الأرض معجزة، والحياة ما زالت سرا غامضة. تكونت عائلات من الحيوانات، جمعتها عادات وطقوس ما زالت تتوارثها حتى اليوم. يتأقلم بعضها مع مرعاه، والمرعى يتكيف معه، وكلاهما رابح. الحيوانات تشبع من جوعها، والأشجار تستطيع أن تزهر من جديد. في مغامرة الحياة على الأرض، لكل نوع من أنواع الكائنات الحية دور يؤديه، مكان يشغله، فلا نوع منها عبثي أو ضار، بل هي معا تحقق التوازن. من هنا أيها البشر الحكماء، تدخلون الحكاية، تتمتعون بخيرات نشأت في الأرض منذ 4 مليارات عام. إن عمركم على هذا الكوكب لم يتجاوز بعد 200,000 عام، ومع ذلك غيرتم وجه العالم. استحوذتم رغم ضعفكم على المواطن الطبيعية كلها، وأخضعتم رحابا واسعة كما لم يفعل أي نوع من الكائنات الحية قبلكم. بعد 180,000 عام من الترحال، وبفضل تحسن المناخ، استقر الإنسان وما عاد يعتمد على صيد الحيوانات ليبقى على قيد الحياة. آثر العيش في بيئات غنية بالماء، ثرية بالأسماك والحيوانات والنباتات البرية، فاجتمعت له نعمة اليابسة والحياة والماء.